السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلكين ونحب الدين. حال شبابنا في رمضان، والله بصراحة حقيقة حال الشباب في رمضان لا يسر صديق ولا ينكأ عدو. يعني فقط يحسبوا أن رمضان صيم وما تاكلش لعند المغرب وخلاص، لا والله. يعني مش رمضان فقط أنك ما تاكلش وما تشربش لعند المغرب، لا والله ما هو هذا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه واحد يدخل عليه رمضان وبعدين ينتهى رمضان وهو لم يغفر له، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرغم أنفه في التراب، كناية على الذلة والمهانة. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالذلة والمهانة الشخصية. الأمر مش هين، ليش؟ لأن رمضان شهر المغفرة أصلا، ويجيك أنت رمضان وما يغفرلكش الله عز وجل في رمضان، يعني أنت ايش ندرت في رمضان؟ الصيام من أعظم العبادات. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني العمل الصالح الآدي مرة اتخذ عليه حسنات وضاعف عشر أمثاله عشر حسنات إلى سبعين ضعف، لكن الصيام الله عز وجل هو اللي يجزيك. يعني الحسنات هذين لا تعد ولا تحصى، يعني أجر الصيام وأجر رمضان أجر عظيم. وتصدقنا في ناس وشبابنا يضيعوا في هذا الفضل العظيم ويجيبوا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يعني ليش أنت تضيع رمضان؟ حال شبابنا إلا ما رحم الله بعد الفجر يرقد بعد الفجر. يعني ما نبلغش لو قلت لك كم فوق من 70% من شبابنا ظهر الله ما يصلوش في بكر، ما يوعاش على وقت الظهر، ما يوعاش إلا على العصر، وفي ما شاء الله حتى العصر ما يوعاله، ما يوعى إلا بعد العصر ويصلين ظهر وعصر مع بعض. والحالة المتطورة بكر برضو فيه مغرب تطبيق يوم كامل ويوعى المغرب، وسبحان الله تلقى يحكي مع أصحابه يقول: والله صيام السنة تعب، والله 15 ساعة في اليوم رمضان السنة واجد. أنت شن حقت من يا عبد الله 15 ساعة؟ تطبيق عددات نوم ما ينفعش، والله ما هيك الصيام. كيف يقبل الله عز وجل منك الصيام وانت مضيع الصلاة؟ الصلاة أهم وأعظم من الصيام، كيف يقبل الله عز وجل منك الصيام؟ غير هيك كيف يقبل الله عز وجل منك الصيام وانت مضيع بر والديك؟ والديك مش راضين عليك، يكرهك أبوك وتكرهك أمك، ما لكش واصل رحمك، عندك المعاصي لا تعد ولا تحصى برضو في رمضان، كيف يقبل الله عز وجل منك الصيام؟ أو انك انت صايم عشان الناس، يعني عيب نفطر، كيف يقولوا فلان أفطر ولا كذا؟ صايم عشان الناس فقط لا غير. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والله حديث خطير وينطبق للأسف على كثير من الناس. صيموا ما لهمش من صيامهم إلا الجوع، جاع وما كلش وعطش وما شربش، لكن ما فيش لا خضاء أجر صيام ولا خضاء شيء. ليش؟ لأنه مضيع للأمر اللي قلنا عليه، مضيع الصلاة وكذا وشاقي بالمعاصي. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لا صام عشان الله عز وجل ولا قام رمضان عشان الله عز وجل، كلهن لمآرب أخرى. ليس هذا هو الصيام، ليس هذا هو الصيام. والبنات أيضا، البنت تكمل يومها مسلسلات والله في المطبخ والله كذا، وما تطلعش بكر من المطبخ، والله قاعدة على مسلسل، والله غيبة، والله نميمة، والله ما هيك الصيام. الصيام الحقيقي صيام الأذن عن سماع الحرام، ما تسمعش حرام بأذنك، أغاني غيرها ما تسمعش. صيام العين عن البصر، غض بصر، صيام العين عن الحرام، غض بصرك عن الحرام، والمرأة غض بصرها عن الحرام، لا تشاهد أفلام ولا تشاهد مسلسلات ولا تشاهد مقاطع ولا تشاهد رجال محرمين عليها، والرجل كذلك ما يشهدش نساء محرمات عليه. صيام حقيقي، صيام كامل، الفم يصيم على الغيبة ويصيم على الكذب ويصيم على النميمة ويصيم على أي شيء محرم. هذا هو الصيام. والأخرى لما تصيم وفعلا تكون صائم لله عز وجل تستشعر لذة الطاعة وحلاوة العبادة. لذة المعصية قليلة لكن لذة الطاعة وحلاوة العبادة تدوم في القلب. لما تستشعرها والله فعلا حتشعر أنك صائم صيام حقيقي، وحتقعد تحكي مع الله عز وجل. الناس يقولوا 15 ساعة واجد ويتعبوا، أنت التعب بالنسبة لك لأنك صابر ولأنك أنت صابرة، طاعة وحب لله عز وجل يتحول الطاعة والتعب وكذا يتحول إلى حب وطاعة ولذة في القلب. هذا هو الصيام الحقيقي. بعض الناس يعتقد اعتقاد خاطئ جدا أن الصيام لعند المغرب وبعده ينتهي.
اني صمت انت خلاص مسكت شو روحك ومسكت كذا وصمت ونيل عند المغرب. بعد المغرب كانه وحش وينفجر انفجار على المعاصي. سبحان الله، لا والله مشكره يعني بعض الناس يلقاوا بذات الشباب في الاسواق في الليل ومعاكسات وتكحيل ونساء وكذا ومعاصي واغاني ويعلي سياره وصخب كلام فاضي سبحان الله. والنساء كذلك يديرن فيش نفس شيء ومسلسلات وغيبه ونميمه، بالذات المسلسلات والافلام. والله وبالله وتالله يبوا يسرقوا منا رمضان ويبوا يسرقوا من الشباب ورمضان. من الان يعلنوا ومن قبل من فتره يعلنوا وتابعونا وفي رمضان كذا ومش عارف ايش، واستمتع بالبرنامج الفلاني في رمضان والمسلسل الفلاني في رمضان الكريم في رمضان المبارك. لعنه الله عليكم خليتوا فيها مبارك انتوا يا ارباب القنوات الفاسده. والله ضيعتوا شبابنا وهيجتوا شبابنا، هيجتوا شهواتهم الكامنه، تطلعوا في شهواتهم وتسرقوا منهم في رمضان. والله يا شباب يبوا يدخلوكم النار، والله يبوكم تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء قال الله تعالى فيهم: والله يريد ان يتوب عليكم، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يبوكم تميلوا، واللي تابع القنوات هذين واللي تابع المسلسلات والأغاني، قنوات فاسدة، قنوات أغاني، قنوات مسلسلات، قنوات صبايا متبرجات، والله يبوكم تميلوا ميلا عظيما. والله عز وجل في الآية اللي سمعتوها قال: والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يبي يتوب عليك. الله عز وجل، والله يريد، شوف الله عز وجل يريد أن يتوب عليك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تتبع في الذين تبعوا شهوات وتسيب طريق الله عز وجل، حرام عليك من شباب رمضان. مرات يكون آخر رمضان في حياتك، فرصة عظيمة جدا، اغتنم رمضان يعني أعمال صالحة، وبشوية بشوية رمضان ما تخلوش يضيع يا شباب. يعني ولله عتقاء من النار، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الله عز وجل رمضان شهر المغفرة، يبي يعتقك من النار، يبي ينقذك. هذا رمضان رد بالك، الفرصة تضيع منك. وبالمقابل والله في شباب تشوفهم والله تفرح وتريح، الله أكبر، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم. تشوفهم في الخيمات وفي الخيم والموائد الرمضانية يتسارعوا لإفطار الصائم وكذا، لأنهم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر صائما كان له، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. تلقاهم يتسارعوا أنهم يفطروا الناس الصائم، وتلقاهم يتسابقوا ويتنافسوا في الخير ويتنافسوا في الصلاة ويتنافسوا في الصف الأول. سبحان الله، والله تشوفهم تفرح، يتنافسوا في كل حاجة طيبة، يعني ما يفكروش حتى تفكير لا في أغاني لا في معاصي لا كذا. ما عندي، عارفين الكلام هذا أنه حرام. والبنات تلقاها قاعدة في المعبد متاعها وفي مخبأة وفي دارها وتعبد في الله عز وجل، وعارفين أن رمضان حتى مرات حتى سحورات وزراد وكذا مباحات، أنه تلقاهم يدروش فيه، لأنهم يعني عارفين أن رمضان فرصة عظيمة ما تعوضش. مرات يعني عارفين أن رمضان مرات يكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم. سبحان الله، مستغلينها أحسن استغلال. وتلقاهم والله تشوفهم انت تستبشر وتقول فعلا ما زال معنهم قله، لكن تقول ان هضمهم ما زال فيهم الخير. وانا وياك هضمهم متعودين على الطاعه، انا وياك العصاة يعني نقدر نتوب ونقدر نرد الله عز وجل. وفي نقطه مهمه ذكرناها في الحلقه الماضيه ونذكركم بها، انك ما تخشش خشه واحده، دير اللي تقدر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلأوا من العمل ما تطيقون. يعني الله عز وجل قبل ذلك يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي تقدر عليها هي اللي ديرها، وبشويه بشويه ما يعني ما تقارنش روحك فلان يختم في خمس ختمات تبي تختم خمس ختمات، لا، مرات هو متعود على الطاعه قبل رمضان وانت مش متعود، انت حتتعب. بشويه بشويه ودير اللي تقدر عليها، وحافظ على صلاتك في رمضان، حافظ على النوافل، حاول تصادق صحبه صالحه تعينك على الطاعه وتتنافس انت وياهم في الخير، والله حتفرح. ورمضان فرصه، اياكم ان تضيعوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اي ذنب درته وقدمته في حياتك يغفر لك الله عز وجل. فرصه عظيمه يا شباب، اياكم ان تضيعوها. نسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم رمضان، نسال الله عز وجل ان يجعله حجه لنا لا حجه علينا، وان يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وان يجعلنا فيه
من الفائزين. نشوفوكم على الخير، سالكين ونحب الدين.